سيد الرئيس، تطبيقا للفقرة واو من المادة 57 من الدستور، أدعوكم لأداء اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أكون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه، وأحافظ على النظام الجمهوري، وألتزم بمبادئ ثورة 1730 تموز العظيمة، وبالدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أعمل بكل تفان وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهي، وثرواته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة، والخاصة، واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة، وأتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. الريد واحد من جرحنا يشيلنا، وعلى هذا الزمان يعيننا، ما نريد أي أم تبيع بشارع، نريد واحد على همنا يباوع، وخبزة وحدة تصير بينا وبينا. جرحنا يشيلنا، جرحنا يشيلنا، نريد واحد من جرحنا يشيلنا، وعلى هذا الزمان يعيننا، نريد واحد من جرحنا يشيلنا، وعلى هذا الزمان يعيننا، ما نريد يوم تبيع بشارع، نريد واحد على من وطن محترم، جنسيتي صارت أسوأ ثاني جنسية بالعالم، أعطيني وطني كل شمالي منه، خرب النفط، خرب الفلوس، نريد يسمع جوعنا، نريد واحد يفتهم موضوعنا.